طيب خلينا نروح معانا عبر الهاتف الكابتن ياسر داوود رئيس جهاز العاب القوى في النادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن هيثم. جميل. انت يعني الحاضر الغائب النهارده ودايما في سيرتك بكل خير، وطبعا انت عارف لاعب النادي الاهلي او لاعب بتاعك محمد مجدي طبعا حمزه معانا في الاستوديو، يعني يمكن كنا بنتكلم على العقد والتجديد. ايه اللي خلاك تقول يعني يا جماعه احنا عايزين نجدد للاعب ده او نمضيه بالرغم انه كان لسه ما كانش فيه انجاز كبير؟ والله بص يا كابتن هيثم، انا هعمل فلاش باك بسرعه معاك. احنا عملنا حلقه قبل كده من حوالي 3 شهور مع حضرتك. صحيح. وقلنا ان احنا ان شاء الله عندنا ناس هتتاهل باذن الله، واحنا عارفين شغلنا كويس، وحدنا يعني كنا على لقاء قلنا حتى هنتقابل ان شاء الله بعد التاهل، وهنتقابل ان شاء الله ربنا يكرمنا في ساعه الحصول على ميداليه ان شاء الله يا رب. فطبعا التجديد بالنسبه لمجدي وكل الابطال اللي زيه يعني مش عايز اقول متوقع وكده وكله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، انما احنا كنا متفقين ان احنا رايحين في السكه دي، عشان كده حتى قلنا ان احنا في طريقنا لتعديل عقد مجدي. لان طبعا هو مجدي ما شاء الله عليه، يعني نموذج محترم لجميع لاعبي النادي الاهلي، راجل عضو عامل وعلى خلق وعلى تعليم عالي وثقافه ورياضه، يعني مش موضوع بطل رياضي وبس. صحيح صحيح. ده كان التارجت بتاعنا كنادي اهلي في الجهاز، والحمد لله الحمد لله ربنا وفقنا، يعني مش عايز اقول مبالغ ولا متفائل، مش اقل من 80% حاليا في الاربع سنوات اللي فاتوا دول. فكان يعني كنا متوقعين ده ومتفائلين خير وهارد وورك، يعني شغالين ان احنا رايحين للتارجت ده، والحمد لله ربنا وفقه وتأهل من بدري الحمد لله، عمل حاجه كويسه. و بس ده كان مرجعنا ان احنا ان شاء الله هنعدل عقدنا في الفتره الجايه بناء على الشغل والمجهود المبذول والنتائج المتوقعه الحمد لله. والنتيجه الحمد لله تشرفنا كجهاز نادي اهلي وك رياضي جمهوريه مصر العربيه، وطبعا على راسهم لاعبي النادي الاهلي في جميع الالعاب الحمد لله، حاجه جميله يعني. طب كابتن، يمكن احنا عندنا الاولمبياد خلاص اربع شهور تقريبا على انطلاق الاولمبياد، المعسكرات الخارجيه ايه اخبارها؟ اعداد اللعيبه دي في الاربع شهور اكيد حضرتك عارف بيه واكيد انت مخطط له بشكل ما او باخر. هو الحمد لله التخطيط بيبقى مع مشاركه الاتحاد طبعا لماتش العاب القوى طبعا، واللجنه الفنيه المسؤوله عن الانتخابات. طبعا المعسكرات ومحمد تحديدا، يعني احنا عندنا ايهاب حاليا في جنوب افريقيا وحسن حصله، مصطفى هنا، محمد مجدي مع الكابتن ياسر هو اللي بيحدد في جلسات مستمره مع الدكتور سيف رئيس الاتحاد، يعني يكون اعتقد شبه اسبوعيا او كل 10 ايام، بحيث كل مرحله ليها الاتجاه بتاعها. يعني انا مثلا بقول لو انا عنصر القوه بتاعي وصل الحته دي والرمي بتاعي هنا، يبقى هروح مثلا اسبانيا. لا، لو حصل اكتر من كده او اقل من كده هروح في حته ثانيه. فبيبقى في بدائل اي وبي، وطبعا طبقا للامكانيات المتاحه في الاتحاد بيتم توجيه اللاعب والمدرب والاتصالات، سواء كان طبعا عن طريق الاتحاد المصري للالعاب والقوى في الدول اللي احنا رايحينها، ومعسكر مع مين وفين بالظبط، والبرنامج المعمول ايه، ومين مسؤول عن الحريري ومسؤول عن الناحيه الفنيه، وده بنتابعه مع رئيس الاتحاد المصري للالعاب والقوى. طب قول لي يا كابتن، يعني انت متوقع من هنا الاولمبياد كم لاعب يتاهل من النادي الاهلي للاولمبياد؟ يعني يمكن في العاب اتاهلت خلاص، ويمكن محمد مجدي معانا في الاستوديو اهو منهم، ولكن اكيد لسه في منافسات شغاله. كم لاعب بالتقريب يا كابتن توقعاتك هيكونوا في الاولمبياد من النادي الاهلي؟ باذن الله ان شاء الله توقعاتي اربعه باذن الله تعالى، وبنحاول يعني في مش عايز اقول مغامره، في خامس ان شاء الله، او اللاعب هي تحديدا برضه مش عارف عنها بالظبط دلوقتي، انما في السكه خامس لعيبه ان شاء الله احتمال تتاهل باذن الله قريب. ان شاء الله ان شاء الله يا كابتن، واحنا باذن الله يعني ربنا يكرمنا بميداليه، وهنعمل احتفال كبير جدا هنا في قناه النادي الاهلي بيكم. ربنا يا رب يكرمكم ان شاء الله. كابتن ياسر داوود رئيس الجهاز العاب القوى بالنادي الاهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.